زي الفل. طيب عايزين برضو بمناسبة الكلام عن اليوم العالمي للمرأة لازم نتكلم عن النادي الأهلي وعلاقته بالعنوان ده إيه. الحقيقة النادي الأهلي ليه أنشطة كتير جدا ومتنوعة يعني بيهتم من خلالها بالمرأة، مش بس على الجانب الرياضي أو على الصعيد الرياضي، كمان على الصعيد الاجتماعي والتثقيفي، ودي نقطة في منتهى الأهمية. من ضمن لجان النادي الأهلي في لجنة مخصصة للمرأة بتقدم خدمات بشكل مستمر وبتعمل حاجات كتير قوي تثقيفية وأنشطة مخصصة بالكامل للمرأة وللأسرة المصرية داخل يعني إطار النادي الأهلي. هنشوف مع حضراتكم تقرير مع عضوات لجنة المرأة بالنادي الأهلي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ونرجع نكمل كلام. المرأة داخل النادي الأهلي قامت بالعديد من الأنشطة. لو اتكلمنا كلجنة مرأة شرفت بأن أنا توليت مسؤوليتها، يعني الأهم حاجة بتعملها حاليا في الفترة الحالية هو ملف محو الأمية. ملف محو الأمية بتفخر المرأة في النادي الأهلي المعلمة اللي طلعت من قلب النادي تعلم الرجال إنها تكون أحد وسائل التنمية الثقافية والوعي العلمي في بلدنا، وطبعا في نادينا العظيم اللي هو بيعتبر جزء مهم جدا من الدولة وهو نادي الوطنية. المرأة الأهلوية قامت بعملية تعليمية ناجحة، والحمد لله بفضل من ربنا قريب جدا الناس هتاخد شهادات محو الأمية. احنا كأعضاء في النادي الأهلي في لجنة مرأة بقيادة أستاذة أنهار بنعمل أنشطة كتير قوي في النادي خاصة بالمرأة. عملنا مثلا الندوة بتاعت لا للعنف ضد المرأة، واستضفنا المجلس القومي للمرأة على أساس ان احنا نعمل توعية لبنات النادي وسيدات النادي حقوقهم وواجباتهم، ولو حصل لهم أي نوع من أنواع العنف يعملوا ايه. احنا الحمد لله كنادي اهلي دايما بندعم دور المرأة سواء في المجتمع سواء داخل النادي، دايما عندنا هدف ان المرأة تبقى واخدة حقوقها، مش عنف بس، مش تاخده بعنف يعني، بس تبقى واخدة طبيعي جدا. دايما عندنا فكر ان المرأة لازم تشارك في فعاليات اكتر ولازم نعمل لها نشاطات اكتر سواء اجتماعية سواء مجتمعية. دايما عندنا في نظرة ان احنا لازم في النادي يبقى لينا دور مجتمعي. والله المرأة في النادي الاهلي بتحاول تقدم حاجات تبقى تسعد المرأة وتسعد الاسرة بشكل عام، وتشغلها تشغل وقتها بحاجة كويسة، وبداية من محو الامية اللي هو شغال دلوقتي للعاملات والعاملين بالنادي، الى افكار تانية كتيرة جدا باذن الله هتبقى ليها صدى حلو يعني. وبرضو في انشطة تانية فيها استمتاع يعني، مش لازم كله يبقى جد يعني، في حاجات بتبقى ممتعة ومسلية يعني. المرأة المجتمع كله، كمان الدولة المصرية بتوجه كل حاجاتها للمرأة من طبعا من أول سيادة الرئيس، والنادي كمؤسسة مصرية النادي الأهلي فهو مثال، أكبر مثال للمرأة المصرية من أول كابتن خطيب باهتمامه بملف المرأة، من أول لجنة المرأة ودورها في النادي وكل حاجة. نسألهم طبعا هي محتاجين إيه، التواصل مع الأعضاء بصفة مستمرة زي أهم حاجة يعني. إحنا عملنا مثلا مؤتمر بلا سرطان، وعينا لناس يتكلموا إزاي عن البريست كانسر، إزاي ياخدوا بالهم منه، إزاي يكتشفوه مبكر وأثار الاكتشاف ده. كنا أول نادي في الشرق الأوسط يعمل كده. طبعا لجنة المرأة هي طبعا مختصة بالمرأة في المقام الأول، بس طبعا إحنا برضو اهتمنا بالأسرة، عملنا أنشطة كتيرة قوي كان الأسرة ليها دور فيها. كان مثلا عملنا احتفالات أكتوبر وتكرم فيها لواءات كبار في النادي، وطبعا شفنا كمية الناس كتيرة جدا من النادي اللي تكرموا اللي شاركوا في حرب أكتوبر. بالنسبة لدور النادي الأهلي ودور المرأة في النادي الأهلي ودور لجنة المرأة في النادي الأهلي، يعني مش عايزة بالغ بس هو دي الحقيقة، هو دور مجتمعي كبير جدا يعني، بيخاطبوا بتهيألي فئات الناس لدرجة العمال اللي موجودين زي ملف زي محو الأمية، حتى ده دخلوا في تفاصيله كلجنة مرأة.
بالفعل الهيئة العامة لتعليم الكبار جت وعلمت كل العمال الموجودين بتطوع من أمهات النادي الأهلي وسيداتها اللي هم مش جوه اللجنة. طبعا احنا في لجنة المرأة بنعمل عديد من الأنشطة عشان نبسط برضو مش المرأة بس، على المستوى النادي كله. فبنعمل أيام ترفيهية بيشارك فيها المرأة والطفل وكل الناس يعني اللي في النادي. دور المرأة طويل قوي قوي قوي، مش محتاجة ان هي يوم مرأة عالمي ولا لا. مصر من زمان خالص والمرأة هي واخدة حقها وزيادة يعني، وهي اللي بتعمل، هي اللي بتجيب حقها يعني، هي اللي بتكافح. من عشان كده لما بتلاقي مرأة في قيادة ولا حاجة، لان هي اصلا خدت حقها بصعوبة، فبتحاول ان هي دايما تبقى كفء وبتعمله على أكمل وجه يعني.